السلام عليكم ورحمة الله، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. معاكم دكتور أسامة عرفة، استشاري طب الأطفال وحديث الولادة ببورسعيد. سؤال في العيادة، والسؤال النهاردة تكملة لسلسلة شهر رمضان: مين الأمهات اللي مش هتصوم رمضان؟ عندنا 3 أحوال للأمهات المرضعات اللي بيترددوا علينا، اللي هم هنقول لهم ما تصوميش شهر رمضان لأن هيبقى عندك مشكلة مع ابنك في هذه الفترة. هي الأم اللي ابنها حديث الولادة أقل من 6 شهور، والولد ما بيرضعش خالص أي حاجة غير مامته، ومعتمد اعتماد كلي على الرضاعة الطبيعية، وما بياكلش وما بيرضعش. الطفل اللي زي كده لا يجوز ان امه تصوم، لان مدة الصيام في الفتره دي هتبقى من 12 ل 14 ساعه، وممكن يتاثر جدا. تاني، وقلنا قبل كده في فيديو قبل كده، في امهات تقول بس انا اقدر اصوم وهو مش عارف ايه وهكتب له لبن صناعي. لا، انت ما ينفعش ان احنا نبغى طاعه ربنا وهو عطينا رخصه، واخد بالك، وبان احنا نعمل حاجه تضر الطفل. الحاجه اللي تضر الطفل ده اللي هو اللبن الصناعي، او ان انا اسف في الكلمه، يعني بتنطع على الدين وربنا عطيني رخصه ومصممه، وده بيجي على حساب ابني. كل ما هو شرعا في الدين هو بيحافظ على حياه البني ادم وبيحافظ على النفس البشريه، وده مهم جدا جدا جدا، فهو بيعتمد عليه في اعتماد كلي. فلا يجوز الام المرضعه اللي ابنها اقل من 6 شهور وبيعتمد عليها اعتماد كلي في الرضاعه انها تصوم من الناحيه الشرعيه والطبيه. تاني حاجه، لو ابن اكتر من 6 شهور وبدا ياكل ويشرب وياخد معاه لبن او وانا قادر اصوم، ممكن نجرب، لكن في 3 احوال برضو اذا ظهرت اعراضهم لازم توقفي الصيام: ان الطفل بيصرخ معظم الوقت، ان الطفل ما بيعملش بول كويس، ان الطفل دخل في نسبه جفاف بسيطه، ان الطفل بيعيط طول اليوم، ان وزن الطفل بدا يتاثر والاخراج بدا يتاثر وانت بدات تتاثر. ده الحالة التانية اللي هي لا يجوز فيها الصيام، على الرغم من هو فوق 6 شهور لكن بدأ يظهر أعراض نقص السوائل في جسمه والتعب الشديد عليك وعليه، كده هتفطري برضه. والحالة التالتة والأخيرة هي الأم المصابة بالأمراض المزمنة ربنا يعافيها، زي السكر والضغط والحاجات اللي هي بتقتضي أدوية، وفي نفس الوقت هي بترضع، وبالتالي كل ده بيأثر على موضوع الرضاعة. فالأم اللي بالشكل ده وعندها أعراض زي الإجهاد الشديد والجفاف الشديد والتعب الشديد، حتى لو هي قادرة تصوم، ولكن ده برضه هيأثر عليها ويأثر. ربنا سبحانه وتعالى ادى رخصه للامهات اللي بالشكل كده ان هم يفطروا، وهي بترجع للشيخ بقى وبترجع لراي الدين في حته هل هي هتعوض الايام دي ولا هي هتفطر صائم، او هتخرج عن الماديات المقابله لافطارها عن كل يوم هي فطرته. الكلام ده هيرجع بقى للشرع، لكن احنا من الناحيه الطبيه احنا عايزين نحافظ على الاطفال حديث الولاده اللي بترضع رضاعه اكسكلوسيف بريست فيدنج، اللي هو بيرضع رضاعه تامه ما بياخدش غير مامته في اول 3 4 شهور من حياته. ده هيتاثر جدا لو انت صمتي وما تجربيش، لانك لو جربتي بتعملي مشكله. لكن الامهات اللي فوق 6 شهور والاطفال بتاكل واطفالهم كبار ممكن تجرب، لكن لو ظهر اعراض على الاطفال او عليها من حيث نقص السوائل او جفاف، هنا لازم نوقف الرضاعه ونعوض الايام دي. اطيب تمنياتي لحضراتكم ولاطفالكم بالصحه والعافيه، وكل عام وانتم طيبون.